بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نستذكر تاريخ 2/8 بالغزو العراقي القاشم. نستذكر شهدائنا وأسرانا اللي قدموا التضحيات من أجل المحافظة على هذا الوطن لحبهم له، وكذلك نستذكر الشعب الكويتي برجوعه إلى الكويت اللي كان همه المحافظة على هذا الوطن وتطويره. كذلك نستذكر الوحدة الوطنية لهذا الشعب بالداخل والخارج، وكذلك مع القيادة السياسية بالمحافظة على الرموز السياسيين، وكذلك رجالات الكويت اللي حافظوا على الدستور وطالبوا فيه، وكذلك ديوان المحاسبة اللي بعد الغزو ميزانية 92-93 وجمعوا الأموال وعدوا ميزانيات كانت صعبة، لأن كانت هناك سرقات وهناك سنوات لم تكن فيها ميزانيات. اليوم حنا نناقش الميزانية العامة للدولة اللي هي الأداة المهمة لوضع الاستراتيجيات والخطط التنموية وتطويرها، لكن أعلى ميزانية اللي تصل إلى 80 مليار دولار، 26 مليون دينار وشعب قليل، نجد كل الخدمات سيئة، تعليم سيء، صحة سيئة، طرق سيئة، توظيف وبطالة. شو اللي قاعد يصير؟ نبي نعرف شو اللي قاعد يصير بالكويت. كل الإمكانيات عندنا، طاقات شبابية عندنا، أموال عندنا، حب للوطن عندنا، لكن في مجموعة هي مسيطرة على الفساد ومصالحها، فلا يمكن أن نوفر في هذه الميزانية بوجود فساد. اللي قاعد يأكل ميزانية ويأكل خدماتنا ومرافقنا هو الفساد. متى ما شفنا حكومة تحارب الفساد ونشوف ناس بالسجن، حنا بالتأكيد راح نقدر أن نوفر في هذه الميزانية وهذا الهدر. اليوم الهدر عندنا في أندية عندنا خاصة الهيئات. الهيئات اليوم بالكويت ما لها أي دور، بس ميزانيات ورواتب وتوظيف بالهيئات. شنو استفدنا من الهيئات الكثيرة اللي بالكويت؟ إلا الهدر والميزانيات اللي قاعد نشوفها في كل هيئة ما لها أي دور في الإيرادات. شنو دورها بالمجتمع؟ شنو دورها بتنمية الوطن؟ ما فيه، بس مصاريف له ويطالبون بمكافآت، هذا همهم. اليوم مشاريعنا احنا اللي قاعد يدمرها هو الوقت. كل مشروع لا ينجز في وقته، فبالطبع كل ما زاد الوقت في المشاريع كل ما زاد الصرف، كل ما تأخر المشروع كل ما كانت الخسارة أكبر. إذا جينا اليوم للموانئ اللي هي في كل دول الخليج، أنا ما أتكلم على العالم، أتكلم الدول الخليج بإيراداتها بالمليارات إلا عندنا إحنا، وخدمات سيئة، والمشكلة أن الشركات اللي بالباطن واللي تدير الموانئ أرباحها بالملايين والموانئ 20 مليون أعتقد أو كذا. معقولة؟ يعني الدولة مي قادرة تديرها وتديرها شركات تحقق أرباح أكثر من الدولة؟ نروح الخطوط الجوية الكويتية نفس الموضوع. بعد في دول الخليج سبقونا، في قطر، في الإمارات، في السعودية، وخدمات أعلى وأرباح، إلا عندنا فيها خسارة وخدمات سيئة. الصناعات البترولية اليوم نصدر نفط خام $75 ويجينا $1000، لأننا ما قاعدين نصنع. إحنا ما نتكلم على الصناعات العالية، نتكلم على الصناعات البسيطة. حتى نقدر نشرك الشباب في هذه الصناعات ونحقق لهم أمن وظيفي ونخفف العبء الكبير اللي على ميزانية الدولة اللي هو 80% من ميزانية الدولة على الرواتب، وإذا أشركنا القطاع الخاص بتوظيف الشباب الكويتي
أعتقد أن بالفعل رايح نحقق إيرادات كبيرة للميزانية العامة للدولة، بس ما نحقق أن نعطيهم رواتب أقل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي أعلى. لابد أن نفرض على الشركات قوانين. اليوم ما في قوانين على الشركات ترى في التوظيف الكويتيين. يدفع غرامة 50,000 دينار للشركات الكبيرة ويخلص. لازم نغير قوانيننا يا جماعة، قوانين المناقصات لابد من تغييرها للمحافظة على المال العام، إشراك القطاع والشركات إن نأخذ منهم ونوظف الشباب، مو قاعدين هم يأخذوا مناقصات من الدولة بالمليارات. فإذا بالفعل حنا ما قدمنا قوانين إن نطور هذه الميزانية اللي هي المهمة لبدء الاستراتيجيات وتنمية الوطن، ما راح نقدم شيء. كذلك الميزانية اليوم لو نناقش شنو بالتنمية اللي صار فيها، ما راح نلقى شيء. وعندنا خطة كبيرة بالدولة قادمة اللي ناقشناها قبل فترة، الناس كلها مستوعبة الكويت. فعلينا بالفعل يا جماعة خلاص، بعد ما في وقت ترى. اليامتة احنا مخلين البلد، اليامتة احنا ساكتين، اليامتة ما نغير قوانيننا. اليوم في مجلس متعاون، حكومة متعاونة، ليش ما نستقل هذا الوضع؟ إذا نبي نناقش كل نقطة، ترى النقاط واجد والله ما قاعدين نلحق. اليوم علينا إذا كنا نبي بالفعل نناقش ميزانية الدولة لابد أن نبدأ بالحوكمة. الحوكمة هي اللي راح توقف الهدر، الحوكمة هي مزيد من الشفافية، الحوكمة هي اللي راح تخلي عندنا إيرادات وتعرف أخطائنا. لكن اليوم وأنا وجه سؤال للحكومة، اليوم ما لها دور بالحوكمة. العالم كله تطور بالحوكمة، والحوكمة هي زيادة المراقبة ووضع قوانين صارمة، هذا مال عام ولحرمة. وإذا اليوم ما حافظنا على المال العام وزدنا إيرادات الدولة، ترى النفط باشر يمكن ب$20، منين نصرف رواتبنا؟ ومنين نعطي الشعب؟ ومنين نطور البلد؟ اليوم إذا الدولة بالفعل والحكومة ما سعت إلى تطوير الإيرادات، قسماً بالله حنا في خطر. لا نطالع ميزانياتنا نقول عندنا 400-800 مليار، 800 مليار بيوم هبوط بالأسعار في العالم ولا الاقتصاد، شنو راح نسوي إذا ما كانت عندنا بنية قوية تحت بالكويت ومشاريع داخل الكويت؟ بالفعل اليوم حنا إذا كنا نناقش هذه الميزانية العامة للدولة، علينا بالفعل إن نقدم اقتراحات وقوانين ونتعاون من أجل تغيير الميزانية بهذه الطريقة. كل سنة حنا قاعدين نقرأ الميزانية، كل سنة قاعدين نقرأ الميزانية كم فيها وشنو فيها، بس شنو تطور فيها؟ قاعدة تزيد المصاريف وقاعد يزيد الهدر والناس مراضية. بالفعل الكويت اليوم إذا ما زدنا إيراداتها ما راح نحقق المواطنين رفاهية. المواطنين اليوم يبون زيادة رواتب ويبون طرق ويبون إصلاح التعليم. اليوم عيالهم ولاقي لهم بعثات مو وظائف. والله إذا ما خفنا على الكويت اليوم ما راح نخاف عليها. وإذا بالفعل ما حاربنا الفساد وسجننا الناس وقللنا الهدر، رايح نناقشها بعد سنة نفس الميزانية بعجز. وإذا نزل النفط بعد يمكن ما نناقشها. والله يعطيكم العافية سيد الرئيس.